سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم لمتابعة ومناقشة الأخبار والقضايا المحلية التي طالعتنا بها الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم، وفيه نقرأ: ميليشيات الحوثي تفجر منازل مواطنين في صرواح مأرب، تسجيل 4 إصابات جديدة و3 وفيات بكورونا في اليمن، إغلاق الأسواق والمحال التجارية بمدينة دمت بعد تعسفات حوثية. وكالة 2 ديسمبر أوردت العناوين التالية: ميليشيا الحوثي تطلق النار على تظاهرة مناهضة لعمليات النهب التي تمارسها في دمت، تسجيل 29 حالة شفاء من كورونا والإصابات الجديدة 4 حالات، خسائر بشرية جديدة في صفوف الحوثيين شرق صنعاء، وكيل أول الحديدة يدشن توزيع ماكينات خياطة لعشرات النساء في حيس. في منبر المقاومة نقرأ: الحوثيون يشيعون 49 قتيلا من عناصرهم، بينهم 19 قياديا خلال اليومين الأخيرين من أغسطس. ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية وتستهدف بلدة الجاح بالقذائف المدفعية. تجدد الخروقات الحوثية بقصف قرى مأهولة بالسكان في منطقة الجبلية بالحديدة. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: ميليشيا الحوثي تعدم سائق شاحنة في نقطة تفتيش لها بالجوف، اليمن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا و29 حالة شفاء، ميليشيا الحوثي تمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة في دمت وتصادر مبالغ كبيرة، مسؤول: السفينة صافر بوضع حرج يستدعي تدخلا أمميا فوريا لإفراغها. في موقع نيوز يمن نقرأ: صنعاء في زمن الحوثي سوق سوداء مفتوحة للمشتقات النفطية، تكلفتها 82,400,000 دولار، توقيع مبادرة أممية أوروبية لتحسين الاقتصاد اليمني، سلطات ذمار تطالب بإخلاء مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية لصالح جهة ثانية، منظمة الهجرة نزوح 1,250 عائلة يمنية في شهر أغسطس، متظاهرون في دمت ينددون بمصادرة ميليشيا الحوثي للعملة الجديدة. موقع عدن الغط طالعنا بالعناوين التالية: مسؤول حكومي: خزان صافر قنبلة إيرانية ضد أمن البحر الأحمر والأمن والسلم الدوليين، تأكيد سعودي أمريكي على أهمية تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، استياء يمني من تقويض البعثة الأممية في الحديدة. تقرير: هل أدرك السعوديون أن الحرب قد طالت وحان الوقت لوضع حد لها؟ صحيفة الشارع أوردت التالي: مأرب، المواجهات تهدد بإحراق نفط صافر، الضالع مظاهرة ليلية في مدينة دمت احتجاجا على مصادرة الميليشيا مبالغ كبيرة من العملة الجديدة، الأمم المتحدة: نقص التمويل وأزمة الوقود يهددان بموجة تفشي جديدة لفيروس كورونا في اليمن، عشرات القتلى والجرحى في معارك طاحنة في ماهلية جنوب مأرب، مقتل 7 مدنيين بينهم امرأتان برصاص مسلح في مديرية الجوبة جنوب مأرب. من الصحف العربية الشرق الأوسط: مواجهة الفساد في السعودية لا تعرف الاستثناءات، قائد درع الجزيرة في مهمة القوات المشتركة، استئناف مشاورات الحكومة اليمنية بحضور الانتقالي، الحوثيون يسخرون عائدات الضرائب والجمارك لشراء العقارات، استياء يمني من تقويض البعثة الأممية في الحديدة. وأخيرا من موقع الحدث الإخباري: الإرياني، كارثة صافر لن تقتصر آثارها على اليمن، تأكيد سعودي أمريكي على أهمية تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، دمت عصيان مدني ضد الحوثيين
والميليشيات تطلق النار على متظاهرين. أزمة خزان صافر حقيقية أم مفتعلة؟ تحت هذا العنوان أورد الكاتب عيدروس نصر مقالا كتب فيه: أصبحت أزمة خزان صافر العائم في ميناء الحديدة على البحر الأحمر واحدة من التداعيات الجادة للحرب والانقلاب في اليمن، ويعلم الجميع أن كمية النفط المخزون داخل هذا الخزان يكفي لإحداث كارثة بيئية مدمرة قد تستمر آثارها عقودا وربما قرونا، فيما لو خرجت القضية عن السيطرة وتسرب النفط إلى مياه البحر وهو احتمال وارد في أي لحظة. الحوثيون يبتزون العالم بهذه الأزمة، فهم يريدون الحصول على كمية النفط الذي داخل الخزان مجانا، فيما تراهن السلطات الشرعية على الضغط العربي والدولي لتحليل الكمية وتصديرها للاستفادة من عائداتها المالية. لا يمكن الرهان على الطرفين المتنازعين في هذه القضية، فكلاهما يسعى لحصد المليارات التي يعتقد الكثيرون أنه سيستخدمها في عملية فساد مما فاحت رائحته على أوسع نطاق. هذه الحالة تخلق مأزقا للجميع، والطرفان يتصرفان بعيدا عن أي مسؤولية، لكن الطرف المهيمن يتفوق في نقطة واحدة فقط، وهي أنه يستطيع تفجير الخزان وتدمير البيئة البحرية، لكنه لن يستفيد من حماقة كهذا، بينما لا يمتلك ممثل الشرعية أي ورقة طالما هرعوا ركضا إلى اتفاق السويد الذي أنقذوا به الحوثيين من هزيمة محققة. لو كنت في موقع من يدير شؤون الشرعية لتنازلت عن كل محتويات الخزان للحوثيين مقابل حماية الحياة البحرية وتجنيب البحر الأحمر بكل الدول المطلة عليه من كارثة محققة قد تحصل ولو عن طريق خلل فني غير مقصود. الشرعية تنازلت عن العاصمة وعن 14 محافظة وعن الجيش بكل أسلحته، والأهم عن الدولة والمشروعية، وخزان صافر ليس أكثر أهمية من كل تلك المعاني بقيمها الرمزية والفعلية، لكن ماذا وراء الأكمة؟ ذلك ما لا يعلمه إلا المتحكمون في شؤون طرفي النزاع. وفي قراءة سريعة للخبر الذي سنناقشه في الملف الأول، طالعنا موقع اليمن اليوم تحت عنوان: بدء التسريب من ناقلة النفط صافر. وفي التفاصيل: أظهرت صور تم تسريبها مؤخرا بأن ناقلة النفط المتهالكة صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن دخلت مرحلة الخطر، وأظهرت الصور تسريبات خطيرة تهدد بكارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر والمنطقة، ولم تجدي معها جهود الصيانة للفرق المحلية. وقالت مصادر محلية إن فريق صيانة محلي تدخل للحد من التسريب، لكن الخطر لا زال قائما ويستدعي تدخل فريق دولي للصيانة ومنع الكارثة. وترفض ميليشيا الحوثي وصول فريق خبراء تابع للأمم المتحدة لتقييم حالة الناقلة صافر وصيانتها وتفريغها. ولمناقشة خطورة تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر وفق الصور الجديدة التي تداولها ناشطون وأيضا تحدث عنها مسؤول في الناقلة، أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ سيف الحدي، باحث في قضايا الفساد من هولندا. وقبل أن نبدأ النقاش نتوقف عند هذا الفاصل القصير. إذن أستاذ سيف مرحبا بك، ولو بدأت معك من الحديث الذي راج مؤخرا وظهر في العديد من الصور التي تداولها ناشطون حول تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر، هل هذه الصور تؤكد بأن السفينة قد دخلت مرحلة الخطر، خصوصا وأن العمر الافتراضي للخزان قد انتهى؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك استاذي العزيز، واشكركم على تحت هذا الاتصال للضوء على قضيه مهمه جدا، وهي قضيه قنبله الكارثه صافر. استاذي، بدايه التسرب لم يبدا اليوم، وانما كان منذ ما يقارب الشهرين او 3 أشهر على ما اعتقد، وتم تدارك الموضوع باغلاق الفتحات المعنيه او الخاصه بتهويه او بتبريد محركات الباخره او محركات التعامل مع مولدات الباخره.
ما حدث مؤخرا هو تسريب جديد الى داخل حوض السفينه، الى داخل جسم السفينه. وبهذا لا نقول ان السفينه دخلت مرحله الخطر، وانما نقول دخلت مرحله الغرق، لان مرحله الخطر دخلتها السفينه منذ نهايات 2017، منذ شهر اكتوبر 2017 ومارس 2018 عندما تمت السيطره عليه بشكل كامل وسيطره مسلحه وايقاف العمليات الصيانه فيه من قبل جماعه انصار الله. فمن تلك اللحظه دخلت مرحله الخطر، اما الان فهي تدخل مرحله القرق. ورويدا لم نجد انفسنا الا ونحن كنا نتحدث عن الخطر ثم نتحدث عن القرق، وقريبا سنتحدث عن الاثر، اثر ذلك القرق واثر كميات النفط المسربه او المشتعله. استاذ سيف، بما انك تتحدث بانه قد دخلت السفينه الان ربما مرحله الغرق، يعني انت كما تعلم وكما ذكرت بانه يعني منذ 2017 اكثر من سنتين والاصوات بحت للمطالبه بدرء هذه المخاطر، برايك يعني لماذا تم اهدار كل هذا الوقت في اكبر كارثه يعني قد تهدد العالم، اكبر كارثه تلوث بيئي؟ بصراحة أستاذي هي أكثر من سنتين حتى اليوم، ولكن لم يتم إهدار الوقت، ولكن يتم استثمار الوقت من قبل بعض الأطراف الدولية. ما مصلحة هذه الأطراف في استثمار الوقت؟ يعني خطر صافر لا يتهدد اليمن فحسب، بل يشمل دول المنطقة، يشمل أيضا تضرر أكثر من 20,000 سفينة تمر في خطوط الملاحة الدولي وخط الملاحة الدولي باب المندب. صحيح، ولكن لا تنسى أن مصالح الدول العظمى أو مصالح القوى العظمى في العالم لا تريد إنهاء هذا الصراع في اليمن، ولكي لا تنهي هذا الصراع يجب أن تقوم بتسليح أحد أطراف الصراع حتى لا ينتهي، حتى لا يتوقف عن القتال. وإضافة هذا السلاح القنبلة الثافر وتجنيده للتلف من أطراف الصراع يعطيه نفس جديد وامتداد جديد للاستمرار بالصراع والحصول على مكاسب أما عسكرية وأما سياسية وأما اقتصادية. وهذا هو ما يعمل بعض السفراء، وخاصة إذا ذكرنا السفير البريطاني وجهودها الحثيثة في إخضاع أو تركيع الحكومة اليمنية والتحالف الواقف إلى جوارها من باقي دول العالم وتركيعها تحت مطالب الحوثي. فتوجد جهود حثيثة دبلوماسية من قبل بعض السفراء للأسف في محاولة إضفاء نوع من الهالة ونوع من القوة للحوثي، بحيث يجب تلبية مطالب الحوثي، يجب الرضوخ والتركيع لمطالب الحوثي لكي نستطيع إنقاذ هذه السفينة. إنما هم يريدوا أن يعطوهم نفس جديد وامتداد جديد لمواصلة هذا الحرب ومواصلة الصراع في حدود ما يسمح له المجتمع الدولي وفي حدود حماية مصالحها. أستاذ سيف، ألا ترى بأن استخدام ميليشيات الحوثي للخزان يعني كسلاح لنقل إن صح التعبير نووي أو سلاح ردع، ألا يمثل ذلك نوع من الإرهاب الدولي؟ ولماذا المجتمع الدولي يعني لا يتخذ إجراءات حازمة وصارمة مع هذه الميليشيات التي قد تعرض المنطقة إلى آثار كارثية في البيئة البحرية ربما تمتد لثلاثة عقود؟ جميل أنك ذكرت هذه الزاوية، من زاوية هل ما تقوم به جماعة أنصار الله يعد إرهابا أم ليس إرهاب؟ وذكرني هذا بمقال للزميل الاستاذ همدان العليجي حتى تطرق لبعض الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه الخاصه بمكافحه الارهاب والتعاون الدولي، وذكر حقيقه ان ما تقوم به جماعه انصار الله لا يفرق كما اي شيء عن اختطاف طائره وتحويلها الى سلاح ارهابي او غيره. فهذا هو تماما ما تقوم به جماعه انصار الله، هو نوع من انواع الارهاب الدولي ايضا. لكن لماذا تتجاعس الجهود الدولية عن القيام بأفعال جادة وتحركات جادة من أجل تجنيب اليمن والعالم هذا الكارثة؟ سأخبرك بعجالة على ما دار بيني وبين المختصين، بعض المستشارين المختصين في السفارة الهولندية. تواصلت معهم مباشرة وأخبرتهم يا أخوان لدينا المشكلة واحدة، قالوا نعلم. طيب أوكي، ماذا يا أخوان نعمل الآن؟ ما هو الحل؟ قالوا صراحة الموضوع الآن لدى مجلس الأمن ونتمنى أن نجدوا حل. أنتم كدولة مملكة هولندا هي دولة راعية للسلام، هي من الدول 18 الراعية لاتفاقية السلام في الجمهورية اليمنية. ما هو دوركم؟ لماذا تسلمون ملف بهذه الجدية لبلد تدعون أنكم تساعدوا وتدعون أنكم أحد رعاة الدول 18 الراعية للسلام؟
فهل الاتحاد الدولي وترك هذا الموضوع وتسليمه لبريطانيا لكي تجنبه في صالح طرف من أطراف الصراع متفق عليه دوليا، وللأسف يتم تسيير كل الصراع في المنطقة الشرق الأوسط وليس فقط في اليمن في مسارات معينة تؤدي إلى استمرار الصراعات في مجالات يسمح لها من قبل القوى الدولية بحيث لا تؤثر على 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 مصالحها وعلاقاتها. أما إذا تحدثنا عن الأثر البيئي لكارثة صافر، فنشكر هنا الدكتور عبد الجليل الخراج الذي أعطانا كثيرا، وهو كان الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في الجمهورية اليمنية. نعم. أعطانا تفصيل دقيق على أنواع الأسماك التي ستتضرر، حجم الضرر البيئي برا وبحرا وجوا، كيف سوف تكون هذه الباخرة وكارثتها قنبلة حقيقية على مختلف المستويات اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا أيضا في اليمن. ونأتي هنا ونرى هذا الرد المتخاذل من مستشاري السفارة الهولندية. ماذا يعني ذلك؟ أي ذلك أن هناك اتفاق دولي على أن يتم تدويل هذه القضية من أجل قرار ما في نفس السفير البريطاني أو غيره، من أجل إعطاء نفس جديد وانتباه جديد لجماعة أنصار الله للاستمرار بالحرب. أستاذ السيف، تتحدث يعني أنه ربما يتم استخدام هذا الملف كورقة ضغط من قبل ميليشيات الحوثي، وايضا يعني كي تدخل التوافق او ان حصل يعني هناك تفاوض في بعض يعني الملفات، لنقل يعني وهي ربما لديها بعض اسلحه واوراق الضغط، لكن الا ترى بان ورقه الضغط هذه باتت تبتز وتهدد يعني الاقليم؟ يفترض يعني الدول المطله على البحر الاحمر بما فيها ممثلة يعني بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يكون لها دور ضاغط أكبر من أجل تفادي وقوع هذه الكارثة. أيضا كما ذكرت يعني سلفا، هناك خطوط الملاحة الدولية ونحو 20,000 سفينة تمر سنويا من باب المندب، ربما في حال حدوث الكارثة لن يكون بمقدورها المرور من هذا الخط، خط الملاحة الدولي. أستاذ العزيز، أولا ليس ربما، عندما تقول ربما أنه يتم استخدام هذا الباخرة ككرت، أعرف تماما أنه يتم استخدامه ككرت، وأنا كنت في أحد الاجتماعات والنقاشات مع بعض أعضاء مجلس النواب الهولنديين، وطرحوا علينا أنه في 2018 طرح الحوثي هذا الكلام صراحة، أن أي تحرك عسكري في الساحل الغربي سوف نستخدم الباخرة كسلاح رادع. انتهينا، هنا يتم استخدام الباخرة كسلاح رابع أو سلاح فتاك من قبل جماعة أنصار الله، ونسأل الله أن يهديهم وأن يتركوا المصالح اليمنيين أولا وأخيرا. أما في خصوص الهيئات البيئية أو الدول الإقليمية، لماذا لا تتحرك؟ يا عزيزي، ما لابد أن تعمل جميع الدول الإقليم، كل من هو مطلع، ليس كلنا إنما كل من هو مطلع يعرف أنها أدوات في أيادي الدول العظمى، والدول العظمى هي من تدير الصراعات ليس فقط في الشرق الأوسط، إنما لدينا أيضا في أفريقيا ولدينا أيضا في باقي الدول النامية. فهنا لا نركن على أحد بقدر ارتكاننا على جهودنا الذاتية في يمنيين، جهودنا في جماعة أنصار الله، جهودنا في المجلس الانتقالي، جهودنا في الحكومة اليمنية، هنا فقط من يجب أن نجد حلول وأن نرفع. لكن أستاذ سيف، البعض يتحدث بأنه يعني اليمن بما أنها يعني تحت الفصل السابع يفترض أن يكون دور للأمم المتحدة، ويجب عليها أن تمارس ضغطا على الطرف الذي يعني يقوض الأمن والسلم الدوليين. لا، لكن ما هي الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة لدينا الآن حكومة بريطانيا أو دولة مملكة بريطانيا، هي ما يسمى راعية ماسكة القلم أو السلطة، من لها السلطة في الملف اليمني في مجلس الأمن. وللأسف كررناها كثيرا ونكررها اليوم، دور بريطانيا والسفير البريطاني دور سلبي جدا، دور لا يقرب الأطراف إنما يبعد الأطراف، لا يقرب السلام من اليمن وإنما ينفر السلام من اليمن. وما نراها الآن من تدويل غير صادق وغير شفاف من قبل السفير البريطاني لقضية صافر، إنما هو محاولة لإضفاء نوع من الهالة ونوع من الهيبة والسلطة لجماعة أنصار الله في محاولة لتركيع باقي الأطراف. فعندما نقول أنه المجتمع الدولي فشل في ذلك، لا نقول أنه فشل، وإنما نقول أنه لم يقوم بجهود صادقة وحقيقية لأجل تفادي هذه المشكلة.
يا عزيزي المجتمع الدولي واضح جدا عندما يريد أن ينفذ شيء سيقوم بتنفيذه. الطائرات الأمريكية ما زالت تدخل حتى اليوم وتقصف في رداء وفي البيضاء وفي الشبوة وفي باقي المحافظات. لو أراد المجتمع الدولي شيء حقيقي لقاموا به، لكنهم هل يريدون؟ هذا هو السؤال. هم لا يريدون، هم لم يحاولون حتى، هم فقط يتلاعبون بالملف، يقومون بتوظيف هذا الكرت من أجل مصالحهم ومن أجل منافعهم. الأستاذ سيف الحدي الباحث في قضايا الفساد كنت معنا من هولندا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ومن المقالات التي اخترناها لكم مقال للكاتب فتحي بالأزرق تحت عنوان رسالة من الداخل. الأخ رئيس الجمهورية، الأخ رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، الأخوة المغتربون جميعا، حياكم الله. لا أدري من أين أبدأ هذه الرسالة، هل أطيل فيها أم أختصرها؟ ومختصرها يا سادة، كما نعلم وتعلمون أنتم أنكم تعيشون في الخارج منذ سنوات وتتسلمون مرتباتكم بالعملة الصعبة، ويدرس أبناءكم في المدارس الفاخرة وقد لا تفهمون محتوى هذه الرسالة. نود أن نلفت عنايتكم إلى أن ثمة حرب أخرى غير حرب القذائف والدبابات والمدافع يواجهها الشعب اليمني، وقد لا تصلكم أخبارها وقد لا تستشعرون مضارها. وهذه الحرب هي حرب انهيار العملة التي بلغت هذا الصباح أكثر من 820 ريالا للدولار الواحد. ونود أن نلفت عنايتكم أيضا أن شعبكم الكريم لم يتسلم مرتباته منذ 5 أشهر ونيف، وجزء من الشعب لم يتسلم مرتباته منذ سنوات طوال. وعليه نناشدكم الله سرعة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقبل أن نرى الناس وهي تموت جوعا على قارعة الطرقات. الأخوة في قيادة التحالف العربي، نعلم وأنتم تعلمون أنكم تسيطرون على اليمن برا وبحرا وجوا منذ 6 سنوات، وتضعون يدكم على الجزر والموانئ وتتحكمون بكل شيء. لذلك وفقا لما يحدث واستنادا إلى مسؤولية أخلاقية وقانونية ملقاه على عاتقكم، فأنتم ملزمون بالتدخل لإنقاذ العملة اليمنية، ولن نعفيكم عن هذه المسؤولية أبدا. السيد مارتن جريفيتس، أنت ومكتبك والذين لم نرى منكم أي جهد لإنقاذ الشعب اليمني سوى استنزاف ميزانية مالية ضخمة بملايين الدولارات. الشعب اليمني يموت، أين جهودكم؟ الأخوة الصحفيون النشطاء المثقفون على مواقع التواصل الاجتماعي، نناشدكم الله الاتحاد جميعا، أهلكم بالداخل يموتون، انهيار العملة يتجه بنا صوب كارثة مخيفة. نستحلفكم بالله، نناشدكم، العملة تنهار، سلطوا الضوء، أوصلوا صوت الناس للعالم، لا مرتبات وفوق ذلك انهيار مخيف للعملة، بالله عليكم أن تتحركوا، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه في المحور الثاني، طالعنا موقع قناة اليمن اليوم تحت عنوان مظاهرات غاضبة في تعز جراء انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي التفاصيل، تظاهر مئات المواطنين في مدينة تعز جنوب غرب اليمن لمطالبة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بإنقاذ العملة الوطنية اليمنية من الانهيار أمام العملات الأجنبية. وعبر المتظاهرون في مسيرات سلمية حاشدة جابت الشوارع وسط مدينة تعز عن سخطهم لعدم تحرك رئاسة الحكومة لوقف الانهيار المستمر للعملة الوطنية اليمنية أمام العملات الأجنبية. واعتبر المتظاهرون تجاوز قيمة الدولار الواحد 800 ريال يمني انهيارا غير مسبوق يكتوي بتبعاته المواطنون في الداخل جراء الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. كما قام المتظاهرون بإغلاق بعض البنوك الأهلية ومحلات الصرافة، بالإضافة إلى قيام أغلب التجار بإغلاق محلاتهم التجارية وسط مدينة تعز. ولمناقشة أسباب تدهور العملة المحلية والآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور إيهاب القرشي، مدير عام الرقابة والتقييم في يمن دايركت. دكتور إيهاب، مرحبا بك. دكتور، يعني المواطن في المناطق المحررة يئن من لنقل انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حدث ذلك من خلال تظاهرة في مدينة تعز، أيضا هناك في المناطق حتى الواقعة تحت
سيطرة الميليشيات تظاهرات وإضراب وإغلاق للعديد من المحلات في مديريتي دمت وجبن بالضالع، تندد أيضا بقيام ميليشيات الحوثي بمنع تداول الطبعة الجديدة. برأيك ما هي التأثيرات المباشرة لنقل الإدارة الخاطئة للحكومة ولميليشيات الحوثي في ملف انهيار العملة التي جعلت المواطن يخرج عن صمته وأيضا يعبر عن استيائه من هذه الإدارة؟ أولا أشكركم على الاستضافة في هذا الموضوع الهام والحساس جدا، ولابد أن نعود قليلا إلى ما ذكرته في مقدمتك المقال الأخ فتحي بالأزرق وأيضا التظاهرات التي حدثت في سحل. الحقيقة أن الكثير يحملون التحالف أو الأمم المتحدة والإعلام أو حتى مستوى الصف القائم في السودان شعبيا ليست هي الحل، ولكن الحل الحقيقي هو معرفة الأسباب ومعالجتها معالجة كاملة. هناك مسؤول واحد في اليمن على الاقتصاد اليمني وعن تداول العملة وهي الحكومة اليمنية، وهناك سبب رئيسي واحد لا ثاني له هو انقلاب الحوثي في العام 2014، وهذا ما أدى إلى تدمير الاقتصاد اليمني ممثلا في إغلاق أكثر من 30% من القطاعات المتعددة في القطاعات الصناعية والقطاع التجاري وقطاع الخدمات والمقاولات، وأيضا توقف رواد الأعمال، وهناك أكثر من 70% من الشركات التي مسها الضرر وقدرت على دفع أدوات ومبالغ كبيرة جدا فقدت من خلالها عملاءها بالكامل. هناك 25% من الأعمال الصغيرة والتي هي الأساس الاقتصادي الحقيقي للمواطن اليمني أغلقت أكثر من 41% منها. الحقيقة تعددت الأسباب والموت واحد بالنسبة للعملة اليمنية. أولا مثل ما ذكرت لك الانقلاب الحوثي وأثاره على الاقتصاد اليمني. ثانيا طباعة العملة المغايرة للعملة السابقة وعدم التوافق على استخدام العملتين كعملة يمنية رسمية طبعتهما الحكومة الشرعية كان سابقا أو لاحقا، هذا أدى إلى وجود عملتين في اليمن تواجهان ارتفاع العملة الصعبة الأجنبية يعني بشكل منفرد وليست بشكل كلي. هناك أيضا الطلب الكبير الذي يمثله الحوثيون على المشتقات النفطية والمواد الغذائية وكل السلاح والمنتجات المستورده من الخارج، لأن أكثر من 80% من المواطنين اليمنيين المستهلكين يعيشون في المحافظات التي ترجع طائلة الانقلاب الحوثي، وبالتالي هم من يتحكمون بمصدر الطلب والعرض المؤثر جدا في الاقتصاد اليمني، والذين يستفيدون منه هم ويتأثر العملة اليمنية في المحافظات المحررة. هناك أيضا أرجو أن تبقى معي دكتور إيهاب، أرجو أن تبقى معي، وأيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الحميد المساجدي المحلل الاقتصادي والمالي. أستاذ عبد الحميد، يعني هناك تفاوت في سعر الصرف بين مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، يعني يصل ربما إلى 200 ريال في الدولار الواحد. برأيك ما هي العوامل يعني التي تجعل سعر العملة لنقل مستقر نوعا ما في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي مقابل انهيار يعني وانخفاض قيمة العملة في مناطق الشرعية، رغم أن الشرعية يعني تمتلك الكثير من الموارد التي قادر من خلالها أن تدر الكثير من لنقل النقود والعملات الصعبة؟ أستاذ عبد الحميد، يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الحميد. أعود إليك يعني دكتور إيهاب، أنا كنت قد طرحت تساؤل أنه لماذا انخفاض قيمة الريال اليمني في مناطق الشرعية يعني في ظل وجود يعني الكثير من الموارد والمؤسسات القادرة يعني على النهوض بقيمة الريال اليمني، يعني أماكن النفط أيضا الغاز الكثير من الموارد؟ دكتور إيهاب، إذن يبدو أيضا أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور إيهاب. كنا نتحدث عن
الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا والآثار المترتبة على ذلك من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأيضا هذه الأمور هي التي دفعت المواطنين في سواء كان في مناطق سيطرة الحكومة من خلال قيام يعني وخروج تظاهرة في مدينة تعز، وأيضا تظاهرات أخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات في مديريتي دمت وجبن في الضالع. يبدو أن الأستاذ عبد الحميد المساجدي معنا على الخط. أستاذ عبد الحميد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك معك. أستاذ عبد الحميد، يعني هناك تفاوت في سعر الصرف بين مناطق ميليشيات الحوثي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، برأيك لماذا تنخفض قيمة العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة؟ أولا فيما يخص التفاوت الحاصل في أسعار الريال اليمني أو العملة الوطنية بين مناطق الحكومة والجماعة الحوثي هو نتيجة طبيعية لفقدان أولا تدني الملف الاقتصادي في أولويات الحكومة بشكل عام أو مؤسسة الرئاسة. هنالك فشل كامل وعلى مختلف المجالات فيما يخص إدارة الملف الاقتصادي على الجانب الحكومي. هذه أحد مظاهر هذا الفشل هو التدهور المستمر، والتدهور الذي لن يتوقف عند حاجز 800 ريال للدولار الواحد. جماعة الحكومة فقدت أدوات السياسة النقدية، البنك المركزي في عدن عاجز عن اتخاذ أي خطوات لتهدئة السوق المصرفية، لتهدئة سوق الصرافة والقطاع المصرفي. هنالك عملية مضاربة شديدة تجري على الريال اليمني، هنالك معروض كبير جدا من العملة المحلية من الطلعة الجديدة، نتيجة لذلك تجري عملية مضاربة ما أدى وما يعني أسهم في ارتفاع قيمة الريال، في ارتفاع قيمة الدولار أمام الريال، يعني هبوط الريال. الريال يشهد تدني كبير جدا ولن يتوقف عند هذا. لو لاحظنا أن حتى مع ضخ دفع من الوديعة السعودية والتي تمت ما يقارب 281 مليون دولار في العام 2020، إلا أن هذه الدفع لم توقف ولم تسهم حتى ولو مرحليا في تحسن قيمة الريال أمام الدولار وأمام العملة الصعبة. هذا يرجع بشكل أساسي إلى عجز كبير وفاضح في إدارة السياسة النقدية، ونلحظ يعني أنه لا يوجد أي استقرار في الطاقم الذي يدير هذا السياسة النقدية. هنالك جرت عملية تغيير لأربعة محافظين، حتى أن المحافظ الجديد يعني مع لم يزر مقر البنك المركزي إلا مرات نادرة. هذا دليل على أنه لا يوجد هنالك أدنى إحساس بالمسؤولية، ولا يوجد هنالك سياسة نقدية واضحة لإدارة هذا الملف، لأن جماعة الحوثي دخلت في صراع وفي حرب اقتصادية منذ نقل البنك المركزي إلى عدن مع الحكومة الشرعية. أرجو أن تبقى معي أستاذ عبد الحميد، وأرحب مجددا بالدكتور إيهاب القرشي. دكتور، كما ذكر يعني واستمعت للأستاذ عبد الحميد يتحدث عن فشل في إدارة السياسة النقدية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة وتحديدا البنك المركزي في عدن، لكن هذا أيضا يحيل إلى سؤال آخر إلى جانب يعني الفشل في إدارة السياسة النقدية، هل هناك فشل يعني في العمل على لنقل تسخير ما يمكن من أجل استعادة العملة الوطنية قيمتها، ومن ذلك يعني هناك موارد في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، النفط الغاز، وهذين الموردين كفيلين يعني لنقل تحسين العملة الوطنية وأيضا وقف انهيار سعر الريال اليمني؟ نعم أخي الحبيب، نحن عندما نتحدث عن العملة وعن موارد اليمن مثل ما قلت لك قبل قليل، لا بد أن نتحدث عن أسباب ومعالجتها. تدهور العملة بشكل عام في اليمن، أود أن أشير إلى جانبين هامين. أولا، الحوثيون عبارة عن عصابة ارتجاف
لا يهمها لا ثمن ترتيبها على اي نشاطات تقوم بها او اي عمليات استيراد او تهريب العمله الى الخارج، ولكن الاثر الوحيد الذي يقيسه هو الحكومه، والدليل على ذلك ان سعر صرف الريال في البنك المركزي لا يزال 250 ريال. هناك مشكله كبيره في سعر الصرف في السوق العام، وهي ترجع الى عده الى ثلاث اسباب. السبب الاول وهو تدهور الاقتصاد الكلي لليمن، حيث يعزو الاقتصاديون الى خساره اكثر من 100 مليار دولار حتى العام 2020، وتاكد ذلك الامم المتحده بتقريرها عن 89 مليار دولار خساره الاقتصاد اليمني حتى نفس العام. هذا السبب الاول. السبب الثاني هو خروج العملات من اليمن الى الخارج دون المرور بالقنوات الرسميه وهي البنك المركزي وما يسمى الاعتمادات، يعني اين كيف تذهب الاموال التي يستورد بها التجار المواد الغذائيه والمواد الصناعيه والكماليات والمشتقات النفطيه، لا تمر عبر البنك المركزي وانما تتدفق من الخارج عن طريق التهريب، وهذا ايضا يضرب قيمه الدولار، يعني يضرب قيمه الريال امام الدولار. الامر الثالث وهي المضاربه في مصارفه العمله. هناك شبكه ليست في الانترنت وانما تسمى الانترانت، وهي الشبكات الداخليه للبنوك ومحلات الصرافه. من يسيطر على هذه الشبكه الالكترونيه التي ممكن ان يجعل عليها رقابه وسيطره، لا تمكن المواطنين في سوق العمله بان ياخذوا ما يزيد على 20% كفوارق اسعار بين محافظات محرره ومحافظات غير محرره. الجدير بالذكر ان لابد من تفعيل اللجنه الاقتصاديه، ليس اللجنه الاقتصاديه عفوا وانما الصادرات اليمنيه، واليوم توقع اتفاقيه الجهات المسؤوله في الصادرات اليمنيه في اليمن مع مركز او برنامج اعاده الاعمار في المملكه العربيه السعوديه لتفعيل دور الصادرات اليمنيه. اعتقد هذا الامر هو الوحيد الذي سيعيد للعمله يعني وزنها، وايضا ايقاف حرب اليمن بشكل عام هو الحل الاوحد والاخير. نتمنى اخيرا ان يتم معالجه الامر بشكل عاجل، لانه لا نقيس الانقباض على ما يقيس الحوثيين، واتوقع انا اذا افترضت الحال على ما هو عليه ان يصل سعر الدولار الى 1000 ريال في غضون اقل من شهر واحد. لذلك لابد على المسؤولين وعلى الحكومه الشرعيه التحرك الجاد والسريع. يكفينا اغلاق لاكثر من 50% من الاقتصاد اليمني، يكفينا اغلاق اكثر من 100% من الصادرات اليمنيه. يعني سؤال بسيط لكل مسؤول، كيف تذهب الاموال الى الخارج؟ انا اذا كنت تاجر في صنعاء او في سعد او في عدن او في حضرموت، يعني استورد من السعوديه ومن الامارات ومن امريكا ومن اليابان، كيف تذهب ملايين الدولارات للخارج؟ لماذا لا يحاسبوا هؤلاء الناس؟ كيف اخذوا الامور؟ وضحت الفكره دكتور ايهاب. الدكتور ايهاب القرشي مدير عام الرقابه والتقييم في يمن دايركت، شكرا جزيلا لك. ربما استمعت استاذ عبد الحميد الى ما تفضل به الدكتور ايهاب من انه عمليه تصدير اليمن للمشتقات النفطيه وللغاز كفيله ربما بتحسن قيمه الريال اليمني، لكن هل هناك اجراءات اخرى غير التي تاتي من الخارج، اكان بوديعة سعودية جديدة أو أيضا تحويلات المغتربين وكذا الأموال المقدمة من المانحين؟ جميعها أخي العزيز مرتبطة ارتباط وثيق بإدارة السياسة النقدية. نلاحظ أن جماعة الحوثي، يعني أولا البنك المركزي في عدن الآن غير قادر على أي نوع من أنواع التدخل للمساهمة في التخفيف من الهلع الحاصل والمضاربة الجارية لتهدئة السوق وطمأنته بما يسهم على رفع قيمة الريال اليمني. في مقابل هذا العجز، هنالك جماعة الحوثي بالأمس أعلنت عبر لجنة المدفوعات عن مناقصة، عن فتح باب الطلب، يعني العرض أمام التجار الراغبين بالحصول على عملة صعبة بحساب 600 ريال للدولار الواحد. هذا يعني أن الجماعة لديها من العملة الصعبة ما يؤهلها إلى أنها تتدخل في السوق لطمأنة، يعني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية. الجماعة من أين تحصل على هذه الموارد؟ تحصل هذه الجماعة ربطت جميع التحويلات المغتربين عبر البنك المركزي. أيضا
الأولى. الاثنين، لا زالت تدفقات جميع المنظمات الإنسانية وهيئات ووكالة الإغاثة تتم عبر البنوك التي مقرها الرئيسي في صنعاء تحت سيطرة جماعة الحوثي. ثلاثة، الجماعة لا يوجد لديها أي التزامات كبيرة لموظفي الدولة، ولذلك هي متخففة بشكل كبير جدا، يعني مقابل التزامات هائلة للحكومة ولو إن كانت بشكل طريق عشوائي أو فاسد. يعني ما ينبغي اتخاذه، ينبغي أن يقوم البنك المركزي اليمني بتفعيل جميع حساباته الأجنبية في البنوك الأجنبية في الخارج، واثنين، إعادة ثقة القطاع المصرفي في يعني من أجل يعني أن يسهل التعامل بينه وبين الخارج، وربط جميع التحويلات المغتربين عبر البنك المركزي في عدن والبنوك التي مقرها عدن، من أجل يضمن تدفق التحويلات هذه إلى مناطق سيطرته، يعني لضمان الإسهام في تحسن سعر الصرف. والأخير هو قبل صادرة النفط والغاز، ينبغي أن تورد جميع الإرادة الحكومية إلى وعاء واحد وإلى حساب مصرفي من خلال ربط جميع فروع البنك المركزي في المحافظة المحررة في المقر الرئيسي في عدن، وهذه أول الخطوات إن أراد أن يسهم في تحسن سعر الصرف. الأستاذ عبد الحميد المساجدي، المحلل الاقتصادي والمالي، شكرا جزيلا لك، والشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.